في اللحظة في المباشرة معكم من منطقة سخرة القرد حول هذا الحريق المهول. كما كتشاهدوا الإخوان أنا نوضح لكم الصورة ونقرب لكم الصورة من عين المكان. هناك حريق عدة منازل داخل صخرة القرد. بالمناسبة كنوجه الشكر للكل الوقاية المدنية ورئيس الحكومة والسيد العامل الإقليمي اللي كيتواجد داخل المنطقة مباشرة، وإلى رئيس مجلس البلد النائب البرلماني الحسيمو ورئيس جامعة وجديان السي مصطفى بوقجة والسي المنصوري وكل واحد باسمه وصفاته اللي ما ذكرتش الاسم ديالو، ومواطنين رجال المنطقة نوجه لهم الشكر على هاد المجهودات اللي كيقوموا بها داخل المناطق لإحماد الحريق. كما كتشاهد السيد عامل الإقليم هاد أعالي الجبال يتم قطاع الريزو، شاهدوا مشاهدين وأعزاء متابعي قناة فلاح رافق. كما كتشاهدوا السيد عامل الإقليم اللي كيعاين هذا الحريق المباشر داخل منطقة صخرة القرد. حريق شف الحريق بالمكان اللي فيه العافية. كما كتشاهدوا راه مشاهدي الكرام كنوجهوا الشكر والتحية والتقدير لهذا السيد عامل الإقليم العرائش، مشكور للمجهودات الجبارة اللي كيقوم بها داخل الإقليم. كما كتشاهدوا مباشرة كيعاين الحريق للسيارة ديال السيد العامل الإقليم العرائش، مشكور لمجهوداته الجبارة اللي كيقوم بها. يعني الأعمال اللي كيقوم بها السيد عامل الإقليم مشكور، يعني راه كيبان لي ما كيقوم بها حتى شي عامل آخر. ثم كما كتشاهدوا بلحمه وذاته وبرجليه يقوم بمعاينة الحريق مباشرة من صخرة القط. كما كتشاهدوا إخوان الكرام ومشاهدي ومتابعي قناة الفلاح رافق، كما كتشاهدوا هادو أحد رجال وشباب المنطقة اللي كيساعدوا رجال السلطة على إخماد الحريق داخل المنطقة. كما كتشاهدوا مباشرة معكم صخرة القط. حاولنا نقرب لكم جميع الصور داخل المناطق اللي فيها الحريق، ولكن نظرا لانعدام وانقطاع الريزو فينا هذا المكان اللي شوية قريب فيه الريزو كنقول لكم الصورة. كما كتشاهدوا الحوار الكرام